بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأخ أحمد بن عبد الله المحمود رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، معالي السيدة جابرييلا بارون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، معالي السيد مارتن تشونغ هونغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، الأخوة والأخوات أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم من قطر، إحدى لآلئنا الست التي تشكل قلادتنا الخليجية البراقة. أتحدث إليكم من دوحة الخير، وهي لمن لا يعرف شقيقة الرياض وأبوظبي ومسقط والمنامة والكويت، من أب واحد اسمه الخليج العربي، الخليج الذي جسدت على سواحله وصحاريه منذ القدم أساطير الانتصار على الطبيعة والتحايل على شظف العيش والتعايش مع قسوة الصحراء والتساكن مع احتمالات البحر بشره وخيره. ومن هذا الخليج الذي طالما انتصر على السياسة وعوارضها بمنطق التاريخ وفطرة الجغرافيا وتشابه الموروث وألفة اللغة وضخامة المشترك في بلاد العرب، أرحب بكم أيها الأخوة والأخوات وأحييكم. أصحاب المعالي والسعادة، وأنا أراجع المذكرة التوضيحية لموضوع مناقشتنا العامة، استوقفني السؤال المتعلق بكيفية تمكين أعضاء البرلمانات من تعزيز نموذج تعليمي يكافح التعصب والتطرف الذي يؤدي إلى العنف وخطاب التحريض على الكراهية. استوقفني هذا السؤال لأنني تذكرت على الفور صورة اللاجئ السوري خالد حاج مصطفى الذي قطع أكثر من 16,000 كيلومتر ليهرب من احتمالية الموت على يد متطرف باسم الإسلام في سوريا، ليلاقي حتفه على يد موتور باسم المسيحية في نيوزيلندا. إن ما حدث في كرايستشيرش في نيوزيلندا قبل أسبوعين أيقظ المغيبين والواهمين، الواهمين بقصر التطرف على دين معين أو عرق محدد أو ملة بعينها. وما حدث في نيوزيلندا زلزل القناعة بحصرية جغرافيا الإرهاب على إقليم ومنطقة. وأنا هنا أسأل، هل كنا بحاجة إلى مأساة كمأساة كرايستشيرش لنصل إلى اتفاق على العنوان العريض الذي طالما حاولنا تثبيته والتأكيد عليه، ألا وهو أن الإرهاب والتطرف والتعصب والتعنصر لا دين لهم؟ هل كنا بحاجة إلى 50 بريئا يسقطون بتلك الطريقة المقززة حتى نؤمن بعالمية التطرف وبأنه وباء العصر؟ وهل نحتاج إلى مزيد من حمامات الدم المجانية لنؤمن بأن قضايا الإرهاب والعنصرية والتطرف هي قضايا عابرة للقارات والثقافات؟ لقد أدنا منذ اليوم الأول كل جاهل متطرف مارس القتل باسم نبينا الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا نؤمن بأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام داعية حب وإخاء، وإن الإسلام دين الرحمة والسلام. لكننا في الوقت ذاته نبهنا وحذرنا من ذلك الذي يصف الفلسطينية باسم سيدنا موسى، ومن ذلك الذي يستهدف الروهينجا باسم بوذا، وممن يأتي على الأبرياء باسم سيدنا عيسى كما حدث في كرايستشيرش. الأخوة والأخوات، حضورنا الكريم، إن أولى علاجات التطرف والتعصب تكمن في شمولية التشخيص ووضوح التعاطي وعمق التناول، وبدلا من الذهاب في السعار المنفعل والتركيز على الإجراءات الأمنية الوقائية والإفراط بها لدرجة ظلم فئات وشرائح بعينها، يجب علينا تفعيل التضامن المجتمعي وضبط الجانب الحقوقي ومواجهة الإرهاب بمزيد من الشفافية والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنا أجد نفسي ملزماً بتوجيه تحية إكبار وإعجاب ومؤازرة
لحكومتي وبرلماني وشعب نيوزيلندا الصديق، وعلى رأسهم رئيسة الوزراء جاسيندا آردن، الذين سارعوا بشكل رائع ولافت للانتباه بتوجيه رسالة عملية لكل متطرف بأن لا مكان لك في نيوزيلندا، وأن هدفك في إحداث الانقسام المجتمعي لن ينجح. فكانت النتيجة أن حاصر النيوزيلنديون الإرهاب بدلاً من أن يحاصرهم. وما حدث في نيوزيلندا مؤخراً حدث في الكويت قبل أكثر من 3 سنوات، عندما استهدف الإرهاب مسجداً لإخواننا الشيعة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء. وبدلاً من تحقيق هدف الإرهابيين في إحداث الانقسام المجتمعي في الكويت والدخول في فتنة طائفية، دوت جملة هؤلاء أولادي التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من موقع الحدث ووسط أشلاء الشهداء والجرحى في كل أرجاء البلاد، وأقيمت مراسم العزاء الجماعية سنة وشيعة في مسجد الدولة الكبير في ملحمة مجتمعية استثنائية كانت محل حديث العالم أجمع. ما فعلته نيوزيلندا قبل أسبوعين وفعلته الكويت قبل أكثر من 3 سنوات هو الذي افتقدناه في مناطق أخرى وصراعات أخرى. وخير مثال على ما أقول هو كيف تعاطى ويتعاطى العالم مع أهم موضع يتجلى فيه الإرهاب والعنصرية والتمييز بشكل يومي ومنذ أكثر من 70 عاما، ودون أن يكون للمجتمع الدولي موقف حاسم وقاطع إزاءه. وأعني هنا إرهاب الدولة التي مارسه وما زال يمارسه الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين. فقط في حالة هذا الكيان الغاصب يتم التغاضي عالميا عن الحسم الأخلاقي. فقط في حالة هذا الكيان المحتل يسمح العالم له أن يمارس القهر والإرهاب والتمييز والتنكيل والفرز على الهوية واحتلال الأراضي. فقط في حالة هذا الكيان المتغطرس تصبح القرارات الدولية القاطعة مجرد كلام غير ملزم وغير ذي فائدة. وفي هذا السياق نؤكد رفضنا للإعلان الأحادي الأمريكي الأخير بالاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل، لما تمثله تلك الخطوة من خروج على قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارين 242 و497، ولما تسببه من أضرار وتأثير سلبي على عملية السلام المصابة بالجمود منذ سنوات. الأخوة والأخوات الحضور الكريم، إن على الاتحاد البرلماني الدولي مسؤولية أخلاقية ثقيلة في تبني موقف جاد وحاسم إزاء كل الإجراءات الأحادية المتعلقة بكل ملفات الصراع في العالم، والتي تمثل نكوصا وخروجا على المرجعيات الدولية محل الاتفاق عالميا، وتفتح الباب على مصراعيه لسياسات المحاباة والانحياز والتعامي والاستثناء. أقول هذا الكلام لأنني ما زلت أؤمن بكياننا، بالاتحاد البرلماني الدولي ورسالته، بمنظمتنا التي يريد البعض أن يحولها إلى هايد بارك سياسي ومكانا لتبادل الخطب والكلمات فقط، بينما نسعى نحن إلى جعلها منظمة تطلع بكل ثبات وثقة بدورها الأخلاقي كجامعة عالمية تضم كل ممثلي شعوب الأرض. ختاما، شكرا لدولة قطر أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا على حسن التنظيم وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.